مع اقتراب أحياء التونسيين لذكرى المولد النبوي تنطلق الاستعدادات لهذه المناسبة، ولا يمكن أن نتحدث عن مولد نبوي في تونس دون أن نستحضر تلك الأكلة التي تتصدر اللائحة في تصنيف أكثر الأكلات إقبالاً في معظم مناطق البلاد خلال هذه المناسبة. إنها عصيدة الزقوقو التي تستخرج أساساً من ثمرة الصنوبر الحلبي، ولا شك فإن أعدادها يتطلب جهداً، إذ يتم تنظيف حبات الزقوقو وغسلها بالماء ثم تجفيفها وطحنها حتى تتحول إلى عجينة تتم تصفيتها لاستخراج زيت تلك الثمار، ثم تتم إضافة السكر والطحين إليها وتطبخ على نار هادئة مع التحريك المستمر، ليتم بعد ذلك وضعها في الأواني وإضافة المكسرات وغيرها من مكونات الزينة. ومع اقتراب المولد النبوي فإن تصريحات المسؤولين تتوالى حول تكلفتها، حيث أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طارق المخزومي في تصريح لإذاعة إكسبرس المحلية أن مادة الزقوقو المتوفرة لهذه السنة هي من إنتاج السنة الماضية، مشيرا إلى أن أسعار التجزئة للكيلوغرام الواحد تصل لحدود 50 دينارا، لتنطلق الشكاوى مثل كل سنة من ارتفاع تكلفة أعدادها. في المقابل فإن الأقبال على شرائها لا يتوقف بالنسبة للعديد من العائلات التونسية، كون عصيدة الزقوقو من العادات التي توارثوها عبر الأجيال، على الرغم من بروز أنواع أخرى من العصائد على غرار عصيدة البفريوة والفستق. وأنت شاركنا رأيك، أي نوع تفضل للاحتفال بهذه المناسبة